بسم الله الرحمن الرحيم. في فضل شهر رجب وأعماله، اعلم أن هذا الشهر وشهر شعبان وشهر رمضان هي أشهر متناهية الشرف، والأحاديث في فضلها كثيرة، بل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن رجب شهر الله العظيم، لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام، ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام قال من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام 3 أيام وجبت له الجنة. وقال أيضا رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. وروى ابن بابويه بسند معتبر عن سالم قال دخلت على الصادق عليه السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قال فقلت له يا ابن رسول الله فإن صمت مما بقي منه شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال يا سالم من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازا على الصراط، ومن صام 3 أيام من آخر هذا الشهر أمنا من يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده، وأعطي براءة من النار. واعلم أنه قد ورد لصوم شهر رجب فضل كثير. أما أعمال هذا الشهر الفضيل فقسمان: القسم الأول الأعمال العامة التي تؤدى في جميع الشهر ولا تخص أياما معينة، وهناك أدعية واردة في كل يوم في شهر رجب نذكر البعض منها.